بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدم معكم هذا الرشمه اللي كتشوفوا قدامكم على توب مليفه اللي غادي يكون اخضر. هي شويه رشمه كبيره والالوان ان شاء الله اللي غادي نستعمل كاين اللون غوز انديا رقم 64 اللي الفاشن ديالو هو هذا. غنوريكم بعد كي غادي ندير. كاين اللون ازرق رقم 40 كذلك الفاشن ديالو. كاين الدوري رقم 45 لي الفاشن ديالو اوسق لي ديالو هذا. كاين الاخضر لان فقط غير هذا غير خليط بين ازرق واصفر، حاولت يعني نخرج منه هذا اللون الاخضر. للفاشن ديالو او السقلي ديالو كذلك وهذا. واللون الابيض الاسود ابيض رقم 10 والاسود رقم 19. وكاين بعض السيدات كيسولوني يعني فين كنشري هاد القنينه ديال الصباغه. كناخذهم اما في المكتبات او محلات لوازم الصباغه، ماشي الصباغه السيراميك، لوازم السيراميك او محلات يعني في كيتباعوا مواد ديال الخياطه. اذا بقاو معايا باش تشوفوا هذا الموديل كيفاش غتجي او هذه القندوره ان شاء الله تعجبكم وشكرا. بسم الله غادي نبداو بصباغه غوز.
هنا غادي نستعمل فيها الطوري. بانسو يعني ماشي بالضرورة، يعني هذا بانسو 5 هذا رقيق، الآخر 6. يعني ماشي بالضرورة يكونوا هاد الأرقام بالضبط، يعني حسب الشتاء اللي كترتاحي ليها. توب شوية حرش تعاودي شحال مرة باش تخلي صباها. ديري كان دائما كنستعمل واحد الرقيقة، واحد شوية غالب عليها. هاد الرقيقة كندير بها مثلا بهاد ليكوان كدا أو هاد الحاشية، كتفينيها
نستعمل الاخضر، يعني حاولت نديرو شويه قريب للثوب، ما بغيتوش يكون اوفر بزاف، يعني تقريبا هاد اللون بحال هاد اللون ما كانش في هاد الصباغه، لذلك يعني غير خلطو.
يعني بغيتي انت تخلي هاد جوج لوينات فقط مزيان تخدم بيهم، تخدم على طين حده في هاد الغوص او في هاد الصفر. انا غادي ندير يعني لون ازرق لان هذا فصل الربيع، فصل الالوان، فصل يعني مش مادتي اللوينات يكون الموديل زوين. قريب فصل الصيف توا، توا القنيطرات يعني تيجو مزيانين في فصل الصيف.
وهاد الوردة الكبيرة يعني بديتي تصبغيها باللون الأزرق أو الغوص أو الأصفر، يعني اللي درتي غادي يجي إن شاء الله مزيان. نقوم غادي نخدمها بالزرق، يعني اللي درتي ما ماشي ضروري يكون لون محدد اللي بغيتي. ممكن تخدمي هاد الرشمة كلها بلون واحد، يعني دائما انا كنعطيكم الفكرة انتما يعني لكم الاختيار، يا تخدموا بنفس الالوان يا الوان مغايرة او لون واحد. دائما بداية الرسم من الفوق الأسفل، لأن مثلا إذا سبقتي هاد الوردة اللي تطلع الفوق يعني تجريه بيديك أو تتوسخي يعني توب. الأفضل تبداي من الأعلى دائما وتمي نازلة.
دابا من شفا كاينه شويه الصباغه غادي نستعملو هاد كتزيين هاد الصقليات، يعني كل صباغه باللون ديالها. ديما خلو الصباغه تتنشف مزيان، يعني ممكن تخدمي غير هكذا او لا ديري بالشيطة. غير شوية غير نقيطات بغيتي انت تخليه هكذا، ما ديري ليه حتى يعني حتى فاشل او حتى سقلي، خليه هكا عادي سامبل، او لا لك الاختيار انك تزوقي هذاك فاشل. نفس الشيء غادي نديرو الزرقاء، يمكن انك تخلي الصباغه حتى تنشف مزيان. غديري لها الطريقه ما تكتروش بزاف على النقيطات. بغيتي مثلا دير غير ورقات، يعني ماشي بالضرورة دير الأوراق كلهم، يعني داكشي حسب حسب الذوق ديالك، حسب اللي بغيتي. بغيتي يكون باين كيبري كيبري مزيان، غادي ديري الاوراق كلهم. بغيتي يعني خفيف شويه، ديري غير بحال هكذا. سيرتو الا بغيتي تلبسيها في مناسبه، يعني واخا كان باين هاد البريون شويه، نبغيكم ديما تتابعوني. كاين ان شاء الله الجديد،
وكاين الاصفر او الدوري نفس الشيء تاعو. باش ما نشوف كيبان مزيان هاد النوع الحبيبات ديالو رقيق او رقاق اكريليك افكت، يعني هادا عجبني انا بزاف. مرابي على ما اظن بيتو مرابي. هذا فاشن، حبيبة شوية كبار، أنا عجبني هذا بزاف. حبيبة ديال الرقاق، يعني ماشي أوفر، خا ديري منه بزاف كيجي مزيان. الوريقات خضار، الوريقات خضرين، غادي نديرو ليهم هاد الطريقة هكدا، يعني بحال شكل عروقة. ندخلو جانبان ينشف، من بعد غادي نوريكم كيفاش طلعت ولو انها باينة من دابا.